سمعين؟ وينك يا سمعين؟ صار له حوالي 50 سنة. اليوم رح نشوف شخص مش موجود منه بعالمنا اليوم. المجتمع اليوم بدو يتفاجأ إذا شاف هيك شخص الغابة عايش أكترية هالوقت لحاله. سمعين؟ وينك يا سمعين؟ صار له حوالي 50 سنة. هون أهمز ترتفع عن سطح البحر 1250 متر. بعد شوية بصير تلج. طبعاً أكيد هالإنسان يعني عايش على الطريقة البدائية القديمة، بيقطع على هالجسر هيدا بالليل أوقات، أوقات يعني بالعتمة. سكن حوالي 20-23 سنة بجبل موسى، بعدين انتقل سكن هون. صار له حوالي 50 سنة. بعتقد هو هالشخص عمره حوالي 85 سنة يمكن. عاش بطبيعة يعني كتير غابة أكتر من هون حتى، وعاش طفولته كلها بهالغابة هونيك، من هيك بجبل موسى. من هيك تأقلم مع هالجو هيدا وتعود إنه يسكن وحده بهالأماكن البعيدة وما فيها أي مواصلات ولا شيء. بالليل يعني يمكن ما بتسترجي تجي بالليل. سمعين؟ وينك يا سمعين؟ سمعين؟ وينك يا سمعين؟ شفتوا الصخور، شفتوا الشجر، الغابة، يعني بيته فعلاً بقلب الغابة. شو الاسم بالخير؟ سمعين. سمعين شو؟ خوايي. خبرني، عايش وحدك هون؟ أبا وحده. مين كان عايش معك أبا؟ أنا مرحوم يمي. أبا نهاري نوم وزحطب. أنا عاوني أمير من كل شيء. بس أنا جب سليق بتقبيك. بتاكل من الأرض يعني؟ إيه، مخو بعدبه ويجا بالأرض يعطي منه. الله خير، وبالأرض لا رشوش ولا كماوي ولا شيء. شو بتاكل كمان؟ خبز. في كهرباء إيه؟ إيه. وفتح الكهرباء حضوي شمعة. ضوي هالشمعة؟ ضوي هالشمعة. سامع بالكورونا؟ ما فيش منها. ما فيش منها هلا؟
أنا ما بحط كمامات، بروح بقدس بالكنيسة وكلهم حاطين كمامات ما داري. ليه؟ أنا صيت بوردية بتعيني. كل الليل تقعد وحدك؟ إيه وفيه واحد مين معي؟ ما معيش حدا. مين بشق عليك؟ ما حداش. عندك شي تلفزيون؟ لا. تليفون؟ لا. ما في. اللي بيقعد وحده بكون زعلان. طلع شعبان نجازي وبعدنا وخلص راحت الأيام. هذا صار ما نروح لعند الكنيسي. أنا عطول هاو صيف شتي، بالصيف وبالشتي هاو بالبيت. ما بتخاف؟ شو بخوفني؟ أنا بخاف من عزرائي اللي بخاف. في بخافوا منه عزرائي، أنا بخافش منه، بده ياخذني بروح. أنا عايش وهني يصطفلوا. من هني؟ إلا بالصبر. أنا مبسوط بحياتي. باي.